في ريف حمص نصبت قواتنا الباسلة كمينا محكما لمجموعة إرهابية مسلحة كانت تحاول الفرار عبر طريق ترابي في حسياء إلى بلدة قارة بريف دمشق وقضت على كامل أفرادها. مشاهدين الكرام، بواسل الجيش العربي السوري قامت بنصب كمين محكما لمجموعة إرهابية كانت فارة من مدينة القصير وتحاول الهرب عبر أحد الطرق الترابية شرق المدينة الصناعية بمدينة حسية. كما نشاهد هذا الطريق الترابي الفرعي، كانت المجموعة الإرهابية تستقل سيارة وتحاول العبور عبر هذا الطريق الترابي شرق المدينة الصناعية في مدينة حسية للمرور إلى بلدة بريج وقارة، لكن بواسل الجيش العربي السوري والجهات المختصة كانت بالمرصاد للمجموعة الإرهابية وقضت على كامل أفرادها، عبارة عن 6 إرهابيين كانوا موجودين داخل هذه السيارة مع كامل أسلحتهم. طبعا تم تدمير السيارة بالكامل كما نشاهد. معنا أحد بواسل الجيش العربي السوري، يحكي لنا كيف نفذتوا الكمين. تم تنفيذ الكمين على إحدى الطرق الترابية شرق مدينة حسياء لمجموعة مسلحة كانت تستقل سيارة تاكسي ومؤلفة من 6 أشخاص. تم التعامل معهم، علما أن المجموعة كانت متجهة من حسياء باتجاه بلدة قارة على إحدى الطرق الترابية. في دير الزور حكاية لبواسل جيشنا الأبطال الذين طاردوا فلول الإرهابيين في منطقة الرصافة التي عانت من إرهاب القاعدة وجبهتها. كتبت قواتنا المسلحة الباسلة سطرا جديدا في سجل انتصاراتها التاريخية على الإرهاب ومرتزقته في أحياء ومناطق دير الزور. بواسلنا واصلوا ملاحقة المجموعات الإرهابية في جمعية الرصافة لتخليصها من رجس الإرهاب والدمار والخراب الذي خلفته عصابات الإجرام ومحاولاتها في التسلل إلى الحي عن طريق حفر الأنفاق بين الشوارع والمناطق السكنية للتنقل فيما بينها. وخلال عمليات المطاردة أوقعت قواتنا المسلحة أعدادا كبيرة من الإرهابيين بين قتلى وجرحى، وكبدتها خسائر فادحة، وصادرت كميات من الأسلحة المتنوعة والذخيرة ومعدات عسكرية وأجهزة لاسلكية متطورة كانت بحوزة الإرهابيين المرتزقة. جيشنا العربي السوري وبعد سلسلة عملياته النوعية والدقيقة يعلن منطقة جمعية الرصافة منطقة آمنة بفضل بسالة جنوده وعزيمتهم وإصرارهم على تحرير الأرض السورية من رجس الإرهاب وأدوات المؤامرة الصهيو أمريكية التي تهدف إلى تدمير مقومات الحياة في كل أشكالها وقتل الشعب السوري وتخويفه. لكن تكاتف أبناء دير الزور ووقوفهم إلى جانب جيشنا المغوار بدأ بكتابة الانتصار تلو الآخر وسحق الإرهاب وأدواته.